عارف انه ابني منين؟ انا قلت لساعتك من الاول العيال دي ما يتسكتش عليها. جاوبني على الاسئله اللي بسالك. طمن ساعتك انا خلاص بتصرف فعلا. ايوه فعلا بتتصرف، واضح انك بتتصرف. لما حته حشره زي ديبو يخطف ابني عشان يساومني على الملفات بتاعته اللي عندي، بيعملني الند بالند. ها ولا يجرؤ انه يحلم بكده سعادتك. دي بس حلاوه روح غبائه، ممكن يكون في لحظه صور له انه ممكن يحلم بشيء ازيد ولو بشعره من سعادتك ممكن تسمح له انه يحلم بيه. وانا تعمدت انه يجي هنا عشان في اللحظه اللي هو بيبقى بيلحس جزمتك فيها هنا ابقى انا ورجالتي هناك بنخلص مراد بيه وبندفن العيال دي. لا 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 لا، انا عايزهم احياء احياء. اعتبر سعادتك ان ده حصل، بس كل اللي انا طالبه من سعادتك دلوقتي انك تطمن وتهدى على الاخر، تركز عشان العمليه اللي احنا داخلينها وكل شيء هيبقى تمام التمام زي ما سعادتك علمتنا. قست عليك كتير يا نزار. معلش، يمكن من اللي شفته زمان في الدنيا. عمري ما قابلت بني ادم عدل، كلهم كانوا وحشين. عارفة نادين؟ أنا كانت أهم حاجة في حياتي هي مصلحتي. هي فين وأمشي وراها؟ عند مين وأضحك في وشه؟ وقت ما تخلص المصلحة أديله ظهري فورا. بني آدم زبالة أنا، مش كده؟ على نفسك كده يا حبيبي، انت جواك حاجات كتير حلوه قوي، بس يمكن محدش عارف يطلعها. يمكن لو كان الناس حبوك بجد وعملوك كويس كانوا هيلاقوا منك نفس المعامله زي ما انا عملت كده. انتي حاجه تانية خالص والله العظيم، حاجة تانية خالص. طول لك على سر. قول. أنا لما كنت بعملك وحش كنت ببقى قاصد عشان تبعدي عني. ليه يا يوسف؟ عشان ما استاهلكيش يا نجيم، والله ما كلام افلام، انا فعلا ما استاهلكيش. انا طول عمري عارف ان ربنا بيسلط ابدان على ابدان، فيوم ما يبعت لي واحده لازم الواحده دي تبقى اشر خلقه. لا، ما ينفعش تبقى واحده بطبتك وحنيتك حبك ليا ده، متنفعش. ولما بعتك ليا قعدت اسأل نفسي ازاي؟ طب ايه اللي حصل؟ بس لغاية دلوقتي معرفش السبب. محدش عارف ربنا كاتب لنا ايه يا يوسف. يمكن ربنا كان بيكافئك بجد لانه عارف ان انت من جواك فعلا عايز تتوب عن اي حاجة وحشة عملتها في حياتك. ربنا يخليك ليا يا حبيبي. ويخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا، ولا يحرمني من حبك. وصلوني بدرجه ما بقتش عارف الليل من النهار،
ولا عارف الوجع جاي منين. كنت بصرخ وحاسس ان صراخي جوه مني مش طالع ولا حد سامعه. وأوقات كنت بحس اني ميت فعلا، وقاعد مع ابوك وامك بيكلموني بيسألوا لي عليك وبيقولوا لي ما جاش معاك ليه. فجأة أفوه على ضربهم ليا خطوة واحدة، خطوة واحدة ما بينه وبين الموت. كنت بتمنى أعدي واستريح لولا إنك جيت يا ميمو وأنقذتني. اللي انت بتقوله ده مات، انت اخويا اديك شفت اللي حصل فيه، خدوا جزاه وقتي مش كده ولا ايه؟ شكرا يا ميمي، لولاك ما كنتش هبقى هنا دلوقتي. هات بس يا هات، وانت اخويا بس، ده انت ابني، ابني اللي مش ممكن حد ياخده مني ابدا. طول عمري داخل الدنيا وانا بخبط وفاتح صدري وانا مطمن عشان عارف انك ورايا. حتى وانا في الغربه كنت متاكد اني وقت ما احتاج لك هلاقيك. ما تحرمش منك يا ميه. متقلقش يا ولا، طول عمري هفضل جنبك مش هسيبك، وانت زي الفل ما تخافش ما تخافش. عفوا يا اخوي. خلي بالك منه. ها انت رايح فين؟ بكره تعرف. معرفش يا سيد، انا معاك. ألف مبروك يا جماعة، ربنا يكرمك بألف خير. اتفضل يا مولانا، اتفضل اتفضل. شكرا، شكرا. اتفضل يا مولانا. هي يا جماعة نسمع بقى زغروطة؟ لا زغروطة إيه يا ماما؟ أصل عشان الجماعة هنا عندهم ظرف وبتاع، الظرف اللي أنا قلت لك عليه. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك يا مولانا. الله يبارك فيك يا عم ياسين. مبروك يا حبيبي. ربنا يخليك. مبروك يا حبيبي. اتفضلوا الشربات ده، اتفضلوا الشربات. يلا يا سونا. اتفضل يا حاج. اتفضل يا استاذ. شعرك برضه زي ما هو. خد يا حبيبي. مبروك يا حبيبي. يقطعني يا بنتي دخول المطبخ وسهياني فيه، اداله فرصة يدخل ويسرق اللي انت شايلاه كله. معلش مالكيش نصيب فيه. سيبيني ياما اخرجي. طب بس اهدي شوية. سيبيني ياما. من كتر ما كنت قاسي معاكي ما حبيتش اقولها لك في وشك، لاني عارف هي قد ايه كلمه بتجرح اي ست. بعتلك ورقه طلاقك مع ورقه التنازل عن البازار،
ونصيحة مني يا غالية، اوعي تفرطي في البازار ده لأي حد، ده بتاع ابنك رامي. خير يا دي، الدنيا خدت ودت فينا كتير قوي يا دي، بعزم ما فيها. فاكر زمان لما اتسرقت شنطتي؟ انت كنت جنبي وجبتها لي، بس لما اتسرق اللي في بطني كنت لوحدي. مواضيع قديمة قفلتها كلها لما اتجوزت. طب مش هعدب عليك ولا اقول لك سافرت بقى وسبتني وانت تقول لي سبتيني واتجوزتي، بس بسألك شفت الدنيا وصلت بينا لفين؟ اوعي تفكري اللي قاعد قدامك ده سليم، هتلاقيها شايلاني بالعافيه. الدنيا وريتني اكتر من وريتهولك بكتير. مش قد يا ديب، مش قد. انا كوسة هير وبنتاخد مني غصب عني، وابويا ابويا سرق كل اللي حالتي وهرب. هي حاجه مش من حقنا بتضيع من ايدينا، ابني ده كان حق. مين يرجعهولي؟ قول يا رب. يا رب. يا رب. انا عايز اقول لك على حاجه. زمان كان ليكي حبيب. دلوقتي بقى ليكي اخ وصديق. واي حاجه تعوزيها اكون تحت عمرك في أي حاجة. لو احتجت أي شيء هتلاقيني موجود. أي حاجة. شاوري أنت بس. خلي بالك على نفسك. خد بالك من نفسك. حاضر. بص في العين السحريه وتشوف مين اللي واقف ورا الباب. ايه يا باشا، في حاجه حصلت؟ اعمل لي شاي الاول وانا اقول لك. شاي يا باشا. هو الموضوع كبير ولا فيه؟ البنت اللي قتلت فريده مسكناها واعترفت بكل حاجه يا سيدي. ايه؟ كنت عارف برضو ان انت هتنح كده. يعني ايه يا باشا؟ يعني انا يعني دلوقتي في الامان؟ في امان، بس لازم الاول تسلم نفسك عشان يتم عندك الافراج بشكل قانوني. عيب يا ميمي، انا ما عملتهاش معاك وانت مطلوب، هعملها معاك دلوقتي. العادي يا سيدي ان انا اقبض عليك، بس انا معرفش ليه حسيت معاك ان انا عايز اكسر القاعده. كان عندي حق. مبروك يا ميمي. ايه هتنح كتير؟ ما تخش اعمل لي شاي. يلا يلا.
عمرك ما تحس بقيمة الحاجة لو هي بتضيع من ايديك. والبلد كانت بتضيع، عمرنا كان بيضيع، أحلامنا فيها كانت بتضيع. كلنا سيبناها وقفنا نتفرج يوم في التاني، والأيام جابت سنين. ولو لمتنا دي حصلت من زمان، ما كانش ده بقى حالنا. فرصة أخيرة يا نلحقها يا نضيع كلنا. أنا محدش عمل فيا كده قبل كده، مش خايف؟ والله طالما انت بتقول محدش عمل معاك الكلام ده قبل كده، يبقى انت لازم تخاف مش انا. كل ده عشان شوية ورق وسيديهات بتساهم على ابني. انت شايفهم كده، بس احنا بقى شايفينهم حرية. كسروا الطول اللي انت لفه حول رقبتنا. خلاص انسى. ها عايزين بقى تبقوا شرف، ها تكسروا الطوق وتتحرروا، مش كده برضه؟ نبقى زي ما نبقى، دي حاجه بتاعتنا، انت مالكش دعوه بيها خالص. والله اتمنى انت تعرف تعمل اللي انت بتقولوه ده. هتبقوا من الناس اللي خدت فرصه مرتين. طيب انا هديكوا حريتكم. طب ابني انسى خالص. احنا هنديله فرصه يعيش حياه تانيه، حياه انضف من اللي كان عايشها معاك، وهنشوف له اب تاني. متقلقش، ابا يبقى كويس، مش فاسد ووسخ زيك. يعني ايه؟ الواد هيبقى مبسوط، ما تقلقش هيبقى مبسوط. عشان نقول للي حولوا حياتنا جحيم، انتوا مش هتتحكموا فينا، احنا اللي هنحدد مصيرنا بنفسنا مش حد تاني. لما غمينا عيوننا بايدينا ما كانش قصدنا نغميها عشان نبقى اخوه، احنا غميناها عشان نقدر نعيش. بس لما وقعنا وكسرنا كان لازم نفتحها عشان نواجه كل شر اتفرض علينا، وكان لازم
لحظة بيقف عمرك عندها، لحظة إعدام خوفك، إعدام الشر في دنيتك. مش مهم بعدها إني أعيش، المهم غير يعيش ومفيش في حياته شر تاني. مش هي عيش. احنا هنعيش نضاف، محدش ماسك علينا زلة ولا لو دراعنا. خلاص هنعيش نضاف زي ما اتولدنا نضاف بالظبط. متقلقش يا يوسف، هتبقى زي الفل. نفضل طول عمرنا مع بعض، مش هنبعد عن بعض ابدا. كلها شوية وهنطلع على الحارة مع بعض، مش هنسيب بعض. يوسف شكلكم مروحين من غيري يا صاحبي. مفيش مروح من غيرك. أجمل انت هتقوم وتيجي معانا. مش عليا يا ميمي، انت عمرك ما عملتها صح؟ تكذب عليا دلوقتي؟ امي ونادين في عينيكم وضهركم في ضهر بعض، ما تسيبوش بعض ابدا. والنبي يا جدعان، محدش هيراعيهم غيرك، ومحدش هياخد بالهم غيرك. انت بس اللي هتراعيهم. قوم يوسف، قوم بطل النمر اللي بتعملها علينا دي. انت كويس وزي الفل، قوم يلا. صح، انتوا عاملين تترغوا بدل ما تاخدوني على المستشفى. يمكن انا اللي اخلي بالي منهم اديبه. ايوه انت اللي تخلي بالك منهم. ايوه وابسط امي وعوض نادين. ايوه انت صح. يا
يلا يوسف بطل دلع، مش حتة طبعاً أنا اللي هتعمل فيك كده. هنيجي معاك يا باشا، بس تصبحك انا ودي بنقعد مع بعض دقيقتين مش هنطول. دي اخر مرة هنقعد فيها احنا التلاتة مع بعض بعد اذن ساعتها. احنا طول عمرنا عايشين مع بعض، فرحنا وحزننا، كسبنا وخسرنا، فتحنا صدرنا على الدنيا، عمرنا ما خفنا من حاجة عشان احنا مع بعض. بس الوقت يا ديبو الحسبة اختلفت. قصدك ايه؟ قصدي انت فاهمه كويس، طول عمرك بتفهم من غير ما اتكلم، من غير ما افتح بقى كلمة واحدة. أنا فاهمك يا ميمي وعارف أنت عايز تقول إيه، بس مش هينفع يا صاحبي، أنا اللي هشيلها. مفيش حاجة اسمها مش هينفع، ده مش وقت أصله بجدع. الشيلة تقيلة، أنت وراكم لحم، أمك، إخواتك البنات، مراتك اللي لسه ما شافتش الدنيا معاك، أنت عندك عيل جاي، عيل برضه لسه ما شافش الدنيا،
يديك يا ميمي، يديك ابنك يجي الدنيا وهو ملوش اب، اتولد يتيم وابوه عايش، ابوه اللي حلم بيه كتير اتمنى اتولد بين ايديه، يرضيك يا ميمي. لا يا صاحبي ما تحرمش ابنك منك. ابني مش عايش يتيم، انت تخلي بالك منه، تخليه يطلع راجل زينا، بس امان عليك يا اخي سميه يوسف، لازم يفضل عايش حوالينا وسطينا. انت اللي هتسميه وانت اللي هتعمل له اسبوع عشان يطلع زي ابوه راجل. اسمع الكلام وريحني وريح يوسف في تربته، يوسف كده يبقى مرتاح، خليه يحس انه مات عشان كلنا نعيش.